للتوجيه السامية من سموكم إلى رئيس سمو رئيس مجلس الوزراء، والجميع قاموا بتطبيق هذه التعليمات والتوجيهات اللي صدرت من سموكم. ولا شك احنا مهما تنحنا في مقام به قليل بحقهم، واجهوا الخطر بأنفسهم واتركوا عائلاتهم وأولادهم وجابلوا وتطوعوا لبلدهم ولحماية بلدهم من هذا الجلل اللي الله سبحانه وتعالى وضع على بلدنا وعلى دول العالم كله. يقول مهما تقدمنا بالشكر والتقدير لكل الأجهزة اللي قامت بهذا الحدث وقامت مكافحته والإجراءات الإحترازية اللي أبدتها، يعني يشكرون عليها الحقيقة بالتعاون حكومي ومجلس أمة الحقيقة اللي هم هذا الأساس، أنهم تعاونهم هذا لهذا الجلل يعني ما يحقق وينهي إن شاء الله بفضل الله اللي الله جاب هذا المرض يأخذ أيضا. لكن إحنا مثل ما تفضل سموكم طال عمرك الإشهادة لهذه الإخوان المسؤولين بأجهزتهم قاموا بالدور الكبير حقيقة اللي أدوه على أكمل وجه. لا شك هذا الموضوع حدث ليس أول مرة بيجي للكويت، سبق وأن صار حدث ثالث أو رابع مثل هذا النوع، والله سبحانه وتعالى نجى عبادة من هذا الوباء اللي أصاب فيها الكويت. لا شك أن الأجهزة اللي قامت بدورها جبار، وكل الأخوان المواطنين اللي قاموا تطوعوا لهذا الحدث جزاهم الله خير وأبدوا كل اهتمام وعملهم طاقاتهم حطوا لبلدهم. نشكرهم كل الشكر والتقدير والعرفان على ما قاموا به، ضحوا كثير من الأمور وهذا بتوجيهات سموكم، وندعو الله سبحانه وتعالى ليرفع هذا البلد من بلدنا ومن دول العالم أجمع إن شاء الله. شكرا يا صاحب السمو على مجهودك، احنا عارفين ليل بالنهار تواصلك مع أبنائك مجلس وزراء والمسؤولين وتحثهم على كل التوجيهات اللي قاموا بدورهم على أكمل وجه الحقيقة. أشكر كل الشكر والتقدير لسموكم ورعاكم الله يحفظكم إن شاء الله ويديم عليكم ثوب الصحة والعفو والعافية يطول بأمرك. شكرا سمو رئيس.